اخبارات دارت هنايا سيرمون دارت عن طريق مجهودات كبيره ماش دارت هكذاك وخلاص، راهي ساعات وساعات وساعات راهي دراسات ومجهودات داروها الناس اشخاص مختصين الحمد لله ربي يوفقهم ان شاء الله. وهذه فرصه ايكوريكسون لينا باش خد دوني نابون كي تكون ان شاء الله المدخول اللي يدخل للبلاد نستعملوه في اطار علمي اقتصادي بحت يستفاد منه الوطن ويستفاد منه الشعب تاعنا ان شاء الله. لا دبلوماسي الجيريان سيرين بون فوا راك سمع il arrive à rassembler les arabes malgré le comment ils veulent le مشكل qui existe entre l'Iran et la Saoudia malgré ça il arrive à les rassembler voilà يدل بان الجزائر او السياسه الخارجيه الجزائريه عندها دور كبير في بالنسبه لافريقيا والمنطقه ككل وبالتالي فهي سياسه ناجحه يعني وترقبناها احنا كمواطنين يعني بكامل الطبقات الاجتماعيه. ما كانوش ينتظروا فيها يعني تكون ناجحه وانما فضل رب العالمين راح يعني المشاركين كامل راحوا يعني يشكروا في الجزائر يعني على هذه المبادره وان شاء الله المزيد من الانتصارات في المستقبل. الدبلوماسيه الجزائريه رمات كاع بثقل تاعها باش امبوزات هذه القرارات التاريخيه لم يحكوا عليها. الجزائر وعلى راسها فخامه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه تنجح. اوتوماتيكمون هذه بدون نقاش. دبلوماسيه مستقره الحمد لله يا ربي ناتجه عن خبره قديمه للقياده تاعنا، هذه باش تكون انا علم، هذه انا نهضرها لك صراحه باسكو انا عندي سنين ونتبع في لابوليتيك تاع بلادي، عندنا احنا الحمد لله عندنا دي سياسيين على بالهم واش راهم يديروا. وهذا يدل بان السياسه الخارجيه الجزائريه سياسه رشيده مبنيه على سياسه حكيمه و... عندنا دبلوماسيه صريحه ما ملفوش وندوروا وهذا هو اللي خلاهم يوصلوا لنا بالنتيجه وحنا كما يقولوا هدر سلال قال لك حنا كنا متمنيين نوصلوا للتجميد باسكو التجميد هو الحل كما يقولوا ما وصلوش للتجميد مي تخفيف ربما يجيب نتيجه ان شاء الله كي لحقوا النتيجه تاع 32 مليون و500 راهم في الصواب نسقفوا كميه الانتاج اللي قدرت حوالي 33 32 مليون برميل حاجه شابه الحمد لله يا ربي هذه امل بسيط امل لينا وحتى المجموعات الاوباك باش نعاودوا يعني تعاود الجزائر وحتى المجموعه كذلك توني عندهم فرصه في المارشي مونديال تاع البترول مي هل ترى هل هذا القرار اشكو راح يكون ريالمون اشكو راح يكون عنده امباكت الامباكت في لو مارشي مونديال ولا لا لا هادو يا كو لي جور كي فيان راح يدومونتريهم ولا يفون كونفيرمي ولا انفيرمي نظن الدبلوماسيه الجزائريه كانت عندها مواقف حتى في العالم وكل العالم قضيه الصحراء الغربيه قضيه فلسطين قضيه بزاف في العالم وبالتالي نقدروا نقولوا الدبلوماسيه الجزائريه رجعت للنشاط تاعها الحيوي والحمد لله راه تمشي بمسار ناجح وهذه كما يقولوا تعود علينا احنا بالفائده دوك كي يولي مثلا سعر البترول دابا يرتفع يقولوا كاع كاين تفاهم المجتمعات تعيش تاع اللي تعيش من البترول كيما احنا الحاجه اللي فيها الخير نباركوا لها نطلبوا لهم النجاح ونطلبوا لا كاس تاع الجزائر تتعمر وخلاص رانا تاكلين غير البترول هذا صافي احنا نتمناه ان شاء الله يطلع باش يعود علينا بالايجاب المعيشه تاع المواطن تولي لاباس ما يقول لكش راهم غلقوا لي بوست بيجيتار راهم نقصوا هذه راهم زادوا هذه راهم طلعوا هذه معظم الوزراء اللي كانوا حاضرين دوله قطر والسعوديه يعني انبهروا بالتدخل والوساطه اللي صارت ما بين الوساطه اللي صارت اللي دارتها الجزائر ما بين السعوديه وايران يعني هنا موقف ايجابي يعني الجزائر عندها يعني ماشي من اليوم معروفه ولا عندها سنوات وسنوات يعني كان عندها تدخل تاعها السياسي يعني عندها بعض عندها خصوصيات يعني عندها احترافيه نجمعكم ونقول لك قرار هكذا الامياب بعد ذلك الامياب ما دام درت لي قيمه واجتمعنا يولي رسمي خاطش كاين احترام كاين احترام للدبلوماسيه تاعنا هذا هو الشيء اللي خلاهم يوصلوا لنا بالاخر ويكون في فيينا قال لك الرسمه شفنا بالليل البرنت اليوم زاد ب 6% يعني قيمه تاع البرميل تاع البرنت الحق زاد 6% يعني نقولوا يعني هذا شيء مؤشر ايجابي مشاهدينا كان هذا هو موضوعنا النهار اليوم انا ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا اوفياء البرنامج صالح جدا وما تنسوش اذا حبيتوا تقترحوا لنا مواضيع تبعتوا لنا عبر البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه